السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد. في هذا القسم سنتحدث عن خطوات تقديم درس القراءة. الخطوة الأولى ما قبل القراءة، الخطوة الثانية القراءة، الخطوة الثالثة ما بعد القراءة. ما قبل القراءة، هناك أمور أساسية يفعلها المعلم قبل البدء بالنص القرائي، يحيي الطلاب ويكتب معلومات السبورة، التاريخ والعنوان وهكذا، ويراجع دروس الدرس السابق، ثم بعد ذلك يراجع الواجب معهم. نبدأ بالعنصر الأول فيما قبل القراءة، ألا وهو التمهيد أو التهيئة أو الإحماء، كلها مصطلحات لنفس المعنى. هناك شروط معينة للتمهيد، ويقصد بالتمهيد تجهيز المتعلمين نفسيا وذهنيا للخوض في غمار النص المقروء أو البدء في النص. ولكن هذا التمهيد له شروط معينة، يجب ألا يستغرق وقتا طويلا، أن تكون له علاقة وثيقة بالدرس، أن يكون مثيرا لدفعية الطلاب، أن يكون مناسبا لمستوى الطلاب، وأن يكون مناسبا أيضا لثقافة الطلاب. هذه أمور أساسية، وألا يأخذ وقتا طويلا في التمهيد. هناك أنواع كثيرة جدا يستطيع المعلم أن يستخدمها لتمهيد الدرس. أول عنصر عندنا وأول نوع عندنا مناقشة عنوان الدرس. عندنا في بداية النص القرائي هناك عنوان، على المعلم أن يبدأ بهذا العنوان، ثم ينطلق من هذا العنوان إلى البدء بالنص مع الطلاب. عندنا مجموعة من العناوين، مثلا مواصلات قسم السنة، طعام الوجبات وهكذا. هذا العنوان مهم جدا للبدء فيه، فإن هذا العنوان هو الرأس بالنسبة للجسد، فلا يجوز لنا أن ندخل في نص القراءة بدون أن نوضح للطلاب عنوان الدرس ونستخدمه كوسيلة للتهيئة. عندنا الصور، يمكن التمهيد لدرس القراءة بمجموعة من الصور، وهذه الصور يجب أن تكون أيضا مناسبة لثقافة المتعلم، يجب أن تكون مثيرة لدفعية المتعلم ولها ارتباط وثيق بالنص، وعند استخدامها يجب أن لا تأخذ وقتا طويلا جدا يطغى على وقت النص الأصلي. الشكل الثالث عندنا الأسئلة، وهذا النوع مشهور جدا في الاستخدام، لأن كثير جدا من المعلمين عندما يمهدوا للنص القرائي دائما ما يبدأ بإثارة مجموعة من الأسئلة تدور حول النص القرائي. ما رأيك في عمل الطبيب إذا كنا نتحدث عن درس الأعمال والمهن؟ ماذا تعرف من الطعام العربي إذا كنا نتحدث عن درس متعلق بالثقافة أو الطعام؟ القسم الرابع أو النوع الرابع من تمهيد الدروس، البناء على معلومات سابقة. البناء على معلومات سابقة دائما ما يستخدمه المعلم ليصل إلى المتعلم ويشرح له النص المقروء. هذا التمهيد مهم جدا في ربط الأحداث المتتالية. فلو كان مثلا درسنا يتحدث عن صحابي، مثلا الصحابي عبد الله بن عمر، نطرح السؤال الآتي: من هو الخليفة الثاني للمسلمين؟ من تعرفون من أولاده من أولاده؟ وبماذا اشتهر؟ فأنا بنيت على معلوماته السابقة التي أعرف أنها موجودة عندهم. بعد ذلك عندنا طريقة حل المشكلات، هي طريقة للتمهيد أيضا للدرس. فنضع المتعلم في مشكلة أو في موقف معين، ونحتاج منه أن يجيب عن هذه المشكلة، أن يحل هذه المشكلة، ونحتاج منه أيضا أن يفكر في كيفية التغلب على هذه المشكلة. فلو كان عندنا درس عن التلوث مثلا، يمكن أن نمهد أننا الآن عندنا تلوث في مكان ما، ما رأيكم؟ ما أسباب هذا التلوث؟ كيف يمكننا حفاظ على البيئة؟ كيف نتغلب على هذا الأمر؟ أسلوب القصصي. فلو كان عندنا درس يتحدث عن قصة معينة أو يتحدث عن موضوع معين، ربما أبدأ هذا الدرس أو أمهد لهذا الدرس بقصة لها علاقة وثيقة بهذا الدرس، وأدخل منها إلى الطالب في النص بعد ذلك أو في كلمات كما يتاح المعلم. عندنا بعد ذلك ربط الواقع بالدرس، ويقصد بربط الواقع بالدرس أن هناك أحداث تجري الآن، على المعلم أن يستفيد من هذه الأحداث في الدخول إلى النص مباشرة. فلو كان مثلا هناك درس يتحدث عن الثورات مثلا، فيستطيع المعلم أن يمهد للدرس بالثورات التي حدثت مؤخرا، ويتحدث مع الطلاب في هذه الثورات، ثم ينطلق بعد ذلك إلى الدرس. أيضا توظيف النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة شيء مهم جدا، أن يعني يستخدم الآيات القرآنية أو يوظفها بشكل صحيح والأحاديث الشريفة للدخول إلى النص. بعد ذلك عندنا طرق كثيرة جدا. اختصارا الوقت، الوسائل التعليمية من أشهر الوسائل التي يستخدمها المعلمون في التمهيد للدروس. عندنا المقاطع المرئية، ويجب
عندما يشاهد الطلاب مقطع مرئي أن تكون مدته قليلة وأن تكون لغة هذا المقطع مناسبة لمستوى الطلاب وأن يكون المقطع واضحا. عندنا بعد ذلك التمثيل، أن يبدأ المعلم يمثل شخصية معينة إذا كان سيتحدث عنها، أو يطلب من الطلاب قبل الدرس طبعا أن يمثل شخصية معينة في بداية الدرس، ويدخل من هذا الأمر إلى الدرس مباشرة. عندنا ذلك المواقف التعليمية، كل هذه طرق مهمة جدا للتمهيد قبل الخوض في الدرس. المرحلة الثانية هي مرحلة القراءة، وهنا عندنا شيء مهم، أن كثير جدا من الكتب الموجودة الآن خاصة بالناطقين بغير العربية لها ثلاثة مذاهب في تقديم المفردات. يعني بعدما كان هناك العنوان، بعد ذلك مجموعة من الصور أو الأسئلة كتمهيد للدرس، هناك أساليب أو مذاهب أو طرق معينة لوضع المفردات، مفردات النص في مكانها الصحيح. بعض الأساتذة أو بعض الكتب أو بعض المؤلفين يضعون الكلمات في بداية النص قبل النص القرائي يعني، وبعضهم يضعها بعد النص القرائي، وبعضهم يضعها داخل النص ولكن يجعلها بخط واضح أو بلون مختلف. طب عندنا سؤال، أي طريقة أنسب، أي طريقة أفضل؟ هل يدرس الطلاب الكلمات قبل البدء بالنص، أم يدرس الطلاب الكلمات بعد النص، أو يدرس الطلاب الكلمات أثناء النص؟ الحقيقة أن لا توجد طريقة ثابتة، ولا نستطيع أن نقول أن هناك طريقة صحيحة وطريقة ليست صحيحة، ولكن هذا يعود إلى المتعلم وإلى طبيعة المتعلم وإلى ثقافته وإلى علاقة لغته الأم باللغة العربية. فالمعلم الحرية في البدء بما يشاء طبقا للبرنامج وأهدافه وساعاته، وهذا أمر يعني يعود إلى المعلم بشكل مباشر. بعض المعلمين يفضل في المستويات الأولى المستوى المبتدئ أن يبدأ بالكلمات، لأن الذخيرة اللغوية عند الطالب ضعيفة جدا، ضئيلة جدا، لذلك لا يستطيع الطالب أن يقرأ النص ويفهمه. في المستويات الأولى غالبا ما نبدأ بالكلمات، بعد ذلك ننطلق إلى النصوص. في المستويات المتأخرة يعني، أو المستويات المستوى المتقدم الذي وصل إليه الطلاب، أو المستوى المتوسط، بعض الأساتذة يبدأون بالنص لأن الطالب عنده ذخيرة لغوية جيدة، يستطيع أن يفهم 60-70% من النص القرائي، ويخمن الكلمات الجديدة عن طريق القراءة. الآن ننطلق إلى موضوع آخر. بعدما تحدثنا ومهدنا للطالب وعرفنا مذاهب تقديم الكلمات في النصوص، الآن ننطلق إلى المفردة اللغوية. المفردة اللغوية شيء مهم جدا عندنا، يجب أن نفرق بين مجموعة من العناصر. يجب أن نفرق ما معنى كلمات منفصلة في النص القرائي، ما معنى أفعال اصطلاحية، ما معنى متلازمات لفظية، ما معنى تعبيرات اصطلاحية، ما معنى تركيب ثابتة. الكلمات المنفصلة هي الكلمات التي لها معنى واحد ولها معنى مستقل، ودائما ما تأتي بمعنى منعزل، يعني يستطيع الطالب أن يفهمها بعيدا عن أي شيء. إذا قلت طويل معنى واضح، إذا قلت باب معنى واضح. الأفعال الاصطلاحية هي تلك الأفعال التي ترتبط بحروف الجر، فدائما عندما ندرس الطلاب هذه الأفعال يجب أن نذكر له الفعل ونذكر له مع الفعل حرف الجر، كأنهما قطعة واحدة. فعندما نقول تخرج نقول تخرج في، رغب في أو رغب عن، أثر في، هذه نسميها في العربية أفعال اصطلاحية. طب ما معنى متلازمات لفظية؟ هذه تركيب أو مسكوكات أو مجموعة وصلة يسميها بعض الأساتذة، ألفاظها يلازم بعضها بعض. هذه الألفاظ أصبحت تستخدم وتتداول بين الناس على هذه الهيئة بدون زيادة أو نقصان ولها معنى واضح. فعلى سبيل المثال، لو نحن قلنا عندنا مثلا كلمة اقترف خطأ، كلمة اقترف هذا مركب أو تركيب فعلي، دائما نقول ارتكب خطأ، فهذا القالب أو هذا الشكل يجب أن يدرس الطالب بهذا الشكل، يعني يجب أن يعرف أنه عندما يقول المعلم أو عندما يستخدم كلمة اقترف يجب أن يذكر بعدها كلمة خطأ. عندنا تركيب وصفي، عندما يقول كلمة رأي، كلمة رأي يعقوب كثير من الأحيان نقول رأي
رأي سديد. عندنا تركيب إضافي عندما أقول رنعان الشباب، عندنا مركب اسمي عندما أقول اللعب بالنار. هذه مركبات ومسكوكات أو تركيبات ومسكوكات ثابتة لها معنى واضح بدون زيادة أو نقصان. طيب ما هو التعبير الاصطلاحي؟ هو تعبير لا يفهم المعنى الكلي بمجرد قراءة هذه الكلمات، ولا أستطيع أن أفهم دلالة هذا التعبير كلمة كلمة، ولكن يكون له معنى مجازي متعلق به. فإذا قلنا على سبيل المثال أسلم رجليه للريح، لا أستطيع أن أتحدث عن هذا التعبير على أنه كلمة كلمة، أو أشرح للطلاب هذا التعبير كلمة كلمة، لا، هذا التعبير له معنى واضح. فأنا عندما أقول أسلم رجليه للريح، المعنى المعجم هنا أنه أعطى رجليه للريح، ولكن المعنى الأساسي الذي نريده هنا تفيد هرب الإنسان. طيب ما معنى تركيب ثابت؟ ألفاظ ثابتة، ثابتة لها معنى ثابت ولها مواقف معينة تقال فيها بدون زيادة أو نقصان. فعلى سبيل المثال أنا لو قلت بعض الصلاة حرما، هذه كلمة ثابتة لها موقف معين تقال فيه. أنا لو قلت حجا مبرورا، لو قلت سبحان الله، هذه الألفاظ الثابتة لها مواقف معينة تستخدم فيها، وعندما تدرس يجب أن تدرس بهذه المواقف التواصلية. الآن عندنا نوعان من المفردات، عندنا مفردات استقبالية وعندنا مفردات إنتاجية. مفردات استقبالية التي يستقبلها الطالب، وغالبا ما تكون مفردات خاملة ليست نشطة. المفردات الإنتاجية التي تبقى في عقل الطالب ويستطيع الطالب أن يستخدمها بعد ذلك. وهنا يجب أن نشير إلى نقطة مهمة، على المعلم عندما يشرح هذه المفردات أن ينشطها في ذاكرة الطلاب، ينشطها بأشكال كثيرة جدا سنتحدث عنها بعد قليل. سؤال جديد، كيف نقدم المفردات الجديدة؟ أو ما هي أساليب تقديم المفردات الجديدة؟ أو ما هي استراتيجيات تقديم المفردات الجديدة؟ عندنا الصورة، أستطيع أن أشرح الكلمة الجديدة عندما أحضر لها، أو عندما أحضر صورة لها ليفهمها الطالب. أستطيع أن أمثل هذا الأمر، أستطيع أن أضعها في سياق، أستطيع أن يكون هناك نوع من أنواع تداعى الكلمات. فأنا لو تحدثت مثلا عن كلمة عائلة، فأنا عندما أقول كلمة عائلة أقول كلمة أب وأم وأخ، بعد ذلك يكون هناك نوع من أنواع التداعي. بعد ذلك عندنا الترادف أو التضاد، أنا لو شرحت جاءت مرت على الطالب مثلا كلمة صغير، فأنا أقول نحن درسنا كلمة كبير وعكس كبير صغير، أو أن أذكر مرادفها. عندنا الاقتران المباشر، فأنا عندما أشرح للطالب أقول مثلا كرسي، فأنا أشير إلى الكرسي مباشرة، فهذا اقتران مباشر. بالتعريف، عندما أشرح الكلمة أقول مثلا معلم هو إنسان يقف في الصف ويشرح الدرس للطلاب، وعندما أستخدم التعريف يجب على المعلم أن يعرف عن الكلمة بكلمات بسيطة درسها الطلاب، لا أن يستخدم كلمات صعبة يضع الطالب في مأزق آخر أو في مشكلة أخرى. ممكن أستخدم المعجم، ممكن أستخدم التسلسل، ويقصد بالتسلسل هنا التسلسل المنطقي. إذا مرت كلمة تسعة مثلا، فأنا أقول واحد اثنان ثلاثة أربعة وأتسلسل معه. وعندنا بعد ذلك المدخل أو الاستراتيجية الأخيرة، الترجمة. وكثير جدا من الأساتذة يرفضون الترجمة، ويمكن اللجوء إلى الترجمة إذا تعذرت كل هذه الوسائل، إذا تعذر شرح المعنى بالصورة والتمثيل والسياق والتداعي والترادف والتضاد والاقتران والتعريف أو استخدام المعجم أو التسلسل أو الترجمة. عندي سؤال هنا، ما هو المدخل الثابت لتقديم المفردة الجديدة؟ يعني مدخل ثابت عندنا نستطيع أن نعتمد عليه فيما بعد المستوى المبتدئ، وحتى في المستوى المبتدئ طبعا عندنا هو السياق. السياق هو المدخل الثابت الذي يجب أن يعتمد عليه الطالب في فهم الكلمات الجديدة. سؤال آخر يطرح نفسه، ماذا نقصد بقولنا أن هذا الطالب الموجود عندي في الصف فهم معنى هذه الكلمة؟ إذا استطاع أن يستخدمها في سياق صحيح وفي جملة صحيحة، إذا عرف أصلها واستطاع أن يردها إلى جذرها وأصلها، إذا أخبرنا بمشتقاتها اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان، إذا استطاع نشرح معناها بشكل صحيح، إذا أخبرنا بعكوسها، إذا مثلها أو رمز لها، أو إذا ترجمها في النهاية.